صباح الخير مشاهدينا الكرام. مشاهدي شوف تي في مباشرة معكم من منطقة الحي المحمدي بالضبط المجازر القديمة، يعني واحد المحلات اللي ما كيستوش 24 ساعة على 24 ساعة. شوفوا الجو كيفاش داير باقتراب عيد الأضحى، ما بقى لي والو سيمانة على الأقل، يعني ماكين كتنوض فيه معركات، كيكونوض فيه مضاربات خايبين. يعني كيعرف زبناء الملاهي، يعني الناس اللي كتشرب كتسهر كيجيو هنا كيتعشاو. ادم صباح الخير. يعني مشاهدينا الكرام ربما غتنوض شي معركة كما كما كتلاحظ. حضرنا كنا وثقنا واحد المعارك كبيرة وكثيرة وخطيرة في هذا المكان اللي هو المجازر القديمة، يعني المكان اللي فيه الشواية وفيه الأكل وفيه زبناء الملاهي. مشاهدينا الكرام اجواء عاديه، محلات بيع اللحوم والاكلات السريعه في حي المحمدي المجازر القديم. يعني الجو عادي كما كتلاحظوا، يعني زبناء الملاهي خرجوا كيتعشاو في سلام، يعني الدنيا عاليه وما عرفتش شنو كاين من هنا لقدام.